من تقريبا تقريبا نبقاو في نفس بصح ان الرسم والقضيه درك الرسم والرسم تولي الحاجه دوكا اوفيسيال. نروحوا لوليد بلعباس. الحدث كاين واحد البلديه اسمها مزاورو، بلديه بلعباس، تحيه لخاوتي كاع بلعباس. رئيس البلديه، وانا يا جماعه والله ماني شخصا بالقضيه، انا مع ماني مع الرئيس البلديه، انا ماني مع فلان من بعلتان، باش نروحوا مباشره. هذو راهم قضايا في البلاد وكاينين، وكون جات في بلديه وحده والله ما نهضروا عليها. راهم بلديات بزاف. اسمع، بلديه انت هي منتخب مير، يوم ايش دارك يا سي محمد؟ راك منتخب، الا تصلح تصلح، ما تصلحش طبق 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 طبق. شبيك تلعب تا مصير تاع امه؟ راه كاين بلديات فيهم 200 الف نسمه، تلعب تا 200 الف نسمه؟ ايه المير تاع مزاورو قال لك حاول محاوله الانتحار وقلع حواله، قلع حواجه، حاب ينتحر. علاه ابو انت مير باش تخدم؟ راكم كنتو ديروا حمله انتخابيه وترشحتوا باش تخدموا، تخدموا الشعب. ليه تقلع حواله وقلع تنتحر؟ ليه تنتحر؟ سؤال، ليه تنتحر وليه تقلع في حوالك؟ لماذا لماذا لماذا؟ علاه؟ قال خلط، قال لك الاجرام وخلات والدنيا وها. خلينا نسمع عطلك. واش تعرضت؟ هذا تنظيم اجرامي. ايه هذا تنظيم اجرامي محكم. احبس نذكروا بلي هذا هو المير تاع مزاورو، ودخلوا الجماعه لبسوا له قشابيه، راح ولا قلع حمياع. خلينا نكمل. هذا تواضع وامر. ايه على مبادئ الدوله الجديده. نعم، على الجزائر الجديده. ايه التي نادى بها. ايه ايه هؤلاء خلاص بابا، هؤلاء وسطوا على القانون. ايه واش صرا؟ هؤلاء المجرمين. واش صرا بصح؟ واش كاين؟ ايه واش صرا؟ علاه؟ واش صرا؟ ايه واش صرا؟ واش كاين؟ علاه بصح؟ علاه؟ واش كاين؟ واش صرا لك؟ علاه؟ علاه؟ ايه الذي يقوم بها الغلط في ذلك. ايه واش صرا؟ عليك ان تتنحر. ايه بزاف بزاف هاب حوايج. وخلي ماشي ماشي صالح باش نشوفوا حوايج حوايج. وصلنا. ها روح ماشي وجهو ما غير ما تخدموش. ها احبس احبس ها حمزه رد لي شويه رد لي ها من الحوايج. ها هنا احبس هنا. راه هذا التسجيل جاء بعد عمليه نزع والبانسه القشبيه، وقال باللي تحقرتوا عمليه اجراميه وديكتاتوريه وخلات والمنظمه الدوليه للصحه العالميه والماسونيه والاوزون والاخرى والارصاد الجويه وخلات كاع. ايه كاينه حاجه، الجزائر هذه راهي جمهوريه، عندها رئيس جمهوريه وعندها وزاره الداخليه والجماعات المحليه، فيها وزير يسموه ابراهيم مراد من خيره اطارات الجزائر اللي نحيوه، وفيها ولات، وفيها بلعباس عندها ولاية. والولي وش عنده؟ عنده قائد الدرك الوطني، وعنده لاروشيرش، وعنده قائد الأمن الداخلي، وعنده قائد الأمن الوطني الأسوي، وكاين الإدارة، وكاين لرونسينيومو، يعني كل ورقة من شجرة تطيح يجيبوا لها خبرها. يعني انت يا رئيس البلدية إذا كان عندك حق ومظلوم قدم الأدلة بلاك مظلوم وتدي حقك. تقلع حوالك وتنتحر عليه؟ عليه بها تحكم البلدية؟ يا الله نسمعوا المسؤول الأول على وليد بلعباس وش قال في القضية تاع اللي قلع حواله المير اللي قلع حواله. أطلق حاول الانتحار بين قوسين. على كل حال احيانا في عاده الناس يستعملوا هذه يعني الخرجات ان لا اقول شطحات. والله المؤسف ان لما وصلت الى ولايه سيدي بلعباس انها حوالي 3 اشهر وجدت هذه البلديه في الانسداد التام، يعني ولا مشروع يعني منطلق يعني منذ اكثر من سنه، وانا ادرس المدونه تاع المشاريع صادفت ان الاستهلاكات صفر. ماذا وقع في البلدية؟ فيه مشاكل كثيرة، البلدية متوقفة، فيه صراعات بين الأعضاء تاع البلدية، فيه صراعات بينه وبين الوصاية، بين الدائرة، بين المحيط، فحاول أستفسر.
وأكثر من ذلك تفاجأت أن السيد متبوع قضائيا وكان قرار توقيفه على المكتب يعني مش تاعين عنده مدة، وحتى وزارة الداخلية راسلهم السيد الوالي السابق وأعطاه يعني الموافقة لتوقيفه، لكن قلت أنا معليش خلي نعطي الوقت النفسي ونأذر، ربما قد يكون هناك بس من الأمر قد يكون مظلوم. استدعيته وتكلمت معه، شرح قال ظلموني قال كذا قال كذا قال كذا، ماذا تريد مني؟ قال أريد أن توقف الأمين العام. طيب وقفت الأمين العام، روح سيد الأمين العام روح ندير لك الأمين العام. قال ما عنديش، ثم قال جيبوا لي فلانة. بكل صراحة باحتراماتي لكم يعني وصلنا لواحد، وأنا أمشي كما يقولوا إحنا بالمثال الدارج تبع الكذاب حتى الباب الدار. ماذا تريد؟ قال أريد فلانة، رغم أن فلانة هذه كان فيها اعتراض كبير من طرف الإدارة تاعي، رغم ذلك فقلت لهم معليش سيدي الأمين العام تاعو. ماذا تريد سيد الرئيس؟ قال المجلس يتبدل. بدل ماذا تريد؟ هل تريد شيء آخر؟ لا توكل على الله. منذ ذلك الحين إلى اليوم لم يعني تسير الأمور إطلاقا، بل زاد تعقيدا وتعفنا ويعني تشنجا. وآخرها ربما كم سمعتم وش هذه، كان وقع عراك كبير في البلدية وأصبحت أضحوكة أمام الناس، هناك شجار بالأيدي إجمع. أنا نتكلم كجزائري، الجزيرة مش غابة، راه عندها مصالح وعندها ميكانيزمات وعندها أجهزة أمنية واستخباراتية واستعلاماتية وإدارة ويحصل زعمها. ونقول لكم واحد الكلمة، أعطيني الصورة تاع وزير الداخلية سي إبراهيم مراد أحبس. نقول لكم واحد الكلمة، أنا الصورة تاع سي إبراهيم مراد اليوم كاين نشاط تاع الاتحاد الإفريقي للحماية المدنية، والحمد لله تنظم في الجزائر، شابو تحية للحماية المدنية، وكان تحت إشراف كان حضور السيد إبراهيم مرنات. وأنا صراحة يعني نقول فيها لا نقال جمال لا مجمل، إبراهيم مرنات والله العظيم من بين الإطارات ما شاء الله في الجزائر، واللمسة تاعو راهي ظاهرة في الجماعات المحلية. أنا من خلال هذه القضية نوجه نداء للسيد إبراهيم مرنات، لأنه أي قضية تاع انسداد في أي بلدية في القطر راهي عند الملف، راه عند السيد الوزير. والسيد الوزير ماشي غير تجيه ورقة هكذا وخلاص، راه كاينة تقارير، كاينة تقارير استخباراتية استعلاماتية إدارية. نقول لكم حاجة يا جماعة واللي راه الجمعة، أنا رافقت واحد القضية تاع انسداد في بلدية، أقسم لكم بالله غير استغربت، أنا رافقت قضية تاع انسداد في بلدية والله غير استغربت. علاش استغربت؟ استغربت للطريقة اللي تمشي بها الإدارة الجزائرية مع المنتخبين. خلينا الصورة تاع إبراهيم مرات، خليها سمت نعيش وش معناها الإدارة الجزائرية والدولة الجزائرية. والله العظيم غير دايرة قيمة للمنتخب لا يتصورها العقل، تساعد فيه تساعد فيه تساعد فيه تساعد فيه تساعد فيه لدرجة وين يولي المنتخب يأبي، يعني واللي يخرج منه الأذى، والدولة الجزائرية تساعد فيه. علاه؟ حنينة الدولة الجزائرية، حنينة حنينة. ايه انا نهضر كجاد يشهد علي الله. خلوه سمعتوا بلال واش قال؟ قال لي بدل الامين عام بدلت له، جيب لي فلانة جابت له، نحي المزلش بدل الكراسة بدل. وش معناها الدولة الجزائرية والإدارة الجزائرية تساعد فيه، ومشي بإرادة أشخاص، بالإرادة تاع الإدارة الجزائرية ممثلة في السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وممثلة في السيد الوزير الداخلية والوزير الأول و يعني لدرجة وين المير قلع حواله وحب ينتحر. عليه زعما كي تنحي حوالك وتنتحر واش راح تضر الجزائر؟ راح تضر روحك، راح تضر يا اخي. انت جيت باش تخدم الشعب الجزائري، تخدم الجزائر، ما عليش ما كتبش ربي، ما تخدمش انت، خلي الناس واحد اخرين يخدم. لازم تخدم انت، تنتحر ولا تخدمها؟ نخدم انا الشعب الجزائري ولا نقلع ولا ننتحر؟ المهم خليني نسمعوا السي ابراهيم مراد على قضيه الحمايه المدنيه.
تطور وفيه مجابهة وفيه خبرة اكتسبتها المدير العملي للحماية المدنية معترف بها دوليا. إذن احنا كل هذا في فكرة تعاضد وميتواليزاسيون دي موين اللي متواجدين نستعملوهم في قارتنا قبل ما نستعملوهم في مناطق أخرى، قبل ما نذهب نرجع إلى خارج القارة نستعملوا الشيء اللي موجود لهنا، ولكن بهذا كل لازم له إطار، لازم آلية، لازم ميكانيزم. الآلية هذه هو اللي نسعى لإحداثها حتى تكون يعني من ضمن الهيئات. ولا مع الوزير، ولا احتراماتنا مع الوزير الحماية المدنية شابو. هنا السيد الوزير راه يقول بلي مدام عندنا تجربة وريادة يعني اللي شرفونا الحماية المدنية راح يكون تعاون على المستوى الإفريقي باش ما كلها نظلوا خارجين من، لأنه الجزائر اليوم راهي تبحث عن دورها في البعد الإفريقي. صح سيد الوزير، احتراماتنا لك فقط يا سيد الوزير، والله غير نداء من عند مواطن جزائري، أي بلدية فيها انسداد على المستوى الوطني يلا اللي ما يخدمش والله يروح يطبق، لأنه مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، مصلحة المواطن الجزائري ومصلحة الدولة الجزائرية فوق كل اعتبار. والو كما قال السيد الرئيس عبد المجيد تبون، اللي قادر يخدم هذا البلاد وهذا الشعب يخدم، اللي مش قادر يروح. والله يعطيك الخير سيد الوزير، أطلق حمزة.